السلام عليكم، معكم برويبة. اليوم غادي نهضر على واحد السبيس اللي هي واحد السبيس كتسمى أولا جيسكا جيكانديا. هاد السبيس هادي سميتها أولا جيسكا جيكانديا، هي واحد السبيس اللي يعني اللي كاينة اللي كتعيش في المحيط، يعني كتعيش بالضبط في المناطق اللي باردة، يعني كتعيش في المناطق الباردة، وبالضبط كتعيش في الأنتاركتيك، يعني في القطب الشمالي في القطب الجنوبي، وبالضبط كتعيش يعني في المناطق الباردة وفي الأعماق تقريبا 400 متر حتى 500 متر، من 300 متر يمكن تلقى حتى من 300 متر تحت الماء. هذا كما كتشوفوا هاد السبيس هادي، يعني هي واحد السبيس كتسمى ولا جيسكا جيكانتيا، يعني هي الى بارتي لو جروب، يعني بالنسبه للكلاسيفيكاسيون ديالها غادي نشوفوها. سيتا يعني داخله في لي زانيليد، غادي نشوفوها يعني من ناحيه ديال الاستريكت ديالها. يعني هذا واحد السباح يعني بيولوجيست، سباح كي بحال دخل وسط البحر كما كتشوفوا هنايا، يعني كيصور فيها. اذا كما كتشوفوا فيها النقط الزرقين، يعني هاد النقط الزرقين هادو كاع الكائنات اللي كيعيشو في الظلام كيكون فيهم، يعني كيعطيو لا لوميير، يعني كيكونوا بريو، يعني باش يعني كدا باش يعني لا ماجوريتي ديال لي سبيس اللي كيعيشو في الظلام في لوبسكوريتي تتكون فيهم هاد لا بريو، تتكون عندهم دي بيغمون اللي هما بريو، يعني كيخليوهم انهم يبانو في سميتو في الظلام. اذا كما كتشوفو هي لي سبيس كيفاش كتحرك، إذا كما كتشوفوا لي صوا، عندها لي صوا دوك كيتسماو لي صوا باش كتحرك، دوك كيتسماو لي صوا غادي نشوفوهم عند لي زانيتي. إذا كملنا الكود ديال البيولوجي انيمال، إذا كما كتشوفوا ده سبيس هذا هو كي باش يبين ليكم كي دايرة. إذا عندها لا تيت، يعني فينومين لونسيفاليزاسيون كاين، سيتادير إلى أن فغيمون إلى أن أونسيفال، واحد الأونسيفال يعني بدا عندنا الفينومين ديال لونسيفاليزاسيون. و كما كتشوفوا لو كور ديالها سي تان كور اللي هو سهل. وهذا دابا نشوفوا لو برونشمون ديال لا كلاسيفيكاسيون ديال هاد السبيس هادي. انا نشوف كلاسيفيكاسيون ديال السبيس، راه هي هاي اللي كما كتشوفوا. هذا واحد المتحف يعني امريكي، للاسف ما لقيتش معلومات بالفرنسيه، يعني معلومات كاينين غير بالانجليزيه. غادي يحرر المقال بالفرنسيه على هاد السبيس يعني في القريب العاجل. يعني هذا الموقع ديال ناسيونال ميوزيوم، يعني متحف الوطني ديال اوف ناتورال هيستوري، ديال ليستوار ناتوريل، يعني المتحف الوطني ديال سيموتو سونيان. يعني هذه واحد المنطقه يعني كما كتشوفوا الكلاسيفيكاسيون ديال هاد السبيس هادي. شوفوا الراس ديالها كي داير، يعني هذا الراس ديالها. دابا بالنسبه للكلاسيفيكاسيون ديالها، حنا عندنا كلاسيفيكاسيون، عندنا كينغدم او امبرونشمون ديال لي زانيمو وانوماليا. عندنا الفيلم يعني كينغدوم، عفوا اللي هو لوغيني انيماليا. عندنا الفيلم اللي هو لومبرونشمون ديال انيليت كما قلنا لي زانيليت. لا كلاس بوليكيتا، يعني لي بوليكيت كما شفنا لي كلاس في لي زانيليت، كان عندنا 3 كلاس، كاين لي بوليكيت لي اوليكوكيت اي لي زاكيت، يعني على حسب لو نومبر دو سوا اللي عندنا. هذه سيتيم بوليكيت، يعني فيها بليزيور، يعني عندها بليزيور سوا. وان الفامي ديالها كتسمى فامي ديال لي بولينويدا، الوغ فامي دي بولينويدي. و لو جونغ يعني او لا جيسكا او سيتادير فغي لا جيسكا، ما عرفتش اش كتعني باللاتينيه، مازال ما بحثتش. يعني هذا الفيديو غير حيت شفت لي سبيس دابا ودرت عليها فيديو، يعني او لا جيسكا. و لي سبيس كتسمى جيغانتيا، يعني سبيس جيغانتيا. هذا هو، يمكن لكم تدخلوا لهذا الموقع هذا ديال لي زانفيرتيبغي مارين، غادي تلقاو يعني معلومات اكثر. كان هذا الموقع هذا حتى هو ديال وورد روجستر اوف مارين سبيسيز. هاد وورد روجستر اوف مارين سبيسيز هو مختص بالضبط للكائنات يعني البحريه، يعني وورد روجستر اوف مارين سبيسيز واحد الموقع يعني يمكن لك تلقى فيه مجموعه ديال الكائنات البحريه جديدة اللي تم اكتشاف ديالها، او لا لي سبيس اللي كاينين في البحر اللي تم اكتشاف ديالها. لي سيت ان روجستر كتلقى فيه مجموعة ديالك، كتشوف هو الموقع اللي ندخلو ليه، ها هو سميتو وورد روجستر اوف مارين سبيسيز. ها هو هداك كيهضر على التاكزون ديال
Hola Jessica, j'ai Catonia, mon nom. Alfred Samuel, يعني هذا التاريخ ديال العالم، كيما كتشوفوا كلاسيفيكاسيون كيفاش كتكتب كيفاش كنلقاوها. إذا بدا كلاسيفيكاسيون لو برونشمون ديال الانومالي، كما قلنا كاين الانوماليا يعني في لو برونشمون ديال لي زانيليد، لا كلاس ديال لي بوليكيت، سيب كلاس اورانتيا يعني الفيلو دوسيد يعني او لا لوردر، يعني كما كتشوفوا فيلو دوسيدا هو لوردر. افروديت أفروديتيفورميا هو سيب أوردر، وعندنا الفامي ديال لي بولينويدا سيب فامي ديال أولاجيسينيا، يعني لو جونغ كتسمى أولاجيسيكا و لي سبيس كتسمى أولاجيسيكا جيغانتيا، يعني ستاتي لي أكسبتيد ران سبيسيز، يعني لي بارون ديال أولاجيسيكا مكلانش 1885 أوريجين نيم، يعني على حسب الأوريجين ديالها كتسمى أولاجيسيكا جيغانتيا مونورو، يعني لا سورس أوريجينال مونورو لشارل يعني تزاد في 1939 أبا لي يعني لي سبيس سيسيون دي بوليكيت، يعني كنتلقاو هنا لوفيرونمون ديالها سي أوفيرونمون مارا، يعني فوسيل ريسونت أونلي، يعني لي روسين لي فوسيل ديالها جداد، ماشي مكانش عندها دي فوسيل لي قدام، يعني تم اكتشافها حديثا. ديستريبيسيون ديالها تيب لوكاليتي، يعني عندها سبيس يعني كنقولوا سبيس يعني عندها لوكال ستينوثيرم، لان عندها المجال ديال لي تيرم ديال الحراره كتكون في يعني في وسط يعني في القطب الشمالي في الاعماق ديال البحر، يعني تيب لوكاليتي كونتينت ان سوترن اوسيان، يعني سوترن بحال قلنا البحر سوترن، كاين نوترن وكاين سوترن هو البحر الجنوبي، يعني الساوثرن اوسيان. إذا كما كتشوفوا كاين مجموعة ديال المعلومات، هادو دي لينك مجموعة ديال المواقع انسيكلوبيديا اوف لايف، وهذا غتلقى فيه مجموعة ديال المعلومات اتسيتيرا. إذا هذا كان فيديو بسيط على واحد لي سبيس غير باش نشترك معكم معلومة جديدة، وانكم تضيفوا هاد الثقافة العامة ديالكم وصافي. شكرا.